شو حلو هالشي بعد خبر مدرسة عمر. ايه والله البركة بمرت عمي. صحة وهنا حبيبتي. وانتي كمان كلي معنا ونادي لعمي ولأبك وأوجان يجوا ياكلوا معنا. ايه قلي لهم يجوا. مرت عمي نحن مو متعودين على كل هالأكل، منمرض بعدين. لا يا روحي لا، عملت كل هدول مشانكن انتو، كلوا يلا. يسلم ايديك كتير طيبين. صحة وهنا يا روحي انتي. والله بدي اشكر نبهات خان ومعاكف بيك بعد هالأكل. ليش؟ لأنه عطوكي مصاري، مو هيك قلتي؟ معرفتك بالحادث ما بترجع اللي راح، المهم مستقبلهم، ونحن إذا اتفقنا سوا بنقدر نخلي حياتهم أحسن. عم تعرض علي اقبض حق دمه لقدير، مو هيك؟ إذا حضرتك شفتيها هيك فهي هيك. مزبوط مزبوط، عطوني مصاري. أنا نسيت فرن صباحات، لازم روح ورجع ليا فورا. شو هاد؟ ما ضل فيني عقل. اسمعوا رح روح بسرعة وارجع. ايه إذا تأخرت بكون عندها، بتعرفوها قرارة. طيب يسلم إيديكي مرت عمي. صحة وهنا يا قلبي. من زمان ما أكلت هيك أكل طيب. عم تعرض علي اقبض حق دمه لقدير، مو هيك؟ إذا حضرتك شفتيها هيك فهي هيك. رجاك سامحني يا قدير، عملت اللي عملته بس مشان اخواتك، سامحني. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.